الحصاد اليومي كنقلبوا لكم من قناتكم شوف تيفي. اهلا بكم. نسل الحصاد بقراءه في العناوين. اصلاحات كتلق اول مركز مغربي لاصلاح الهواتف الذكيه والاجهزه اللوحيه. الحريري كترجع عن استقالته من رئاسه الحكومه اللبنانيه بطلب من رئيس ميشيل عونه. والجزائري بن شيخه ممنوع من التدريب بالمغرب. وللتفاصيل كشف مصدر مطلع ان جهات عليا كلفت لجنه ينسقها الدرك الملكي بقيادة الجنرال دكور دارمي حسني بن سليمان لتنفيذ برنامج ضخم كيضم إجراءات استعجالية لمواجهة الجفاف بعد تسجيل تأخر تساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي وتضرر عدد من المناطق المهمشة خاصة بالأطلس. ولجنة الاقتصادي أطلقت المقاولة الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا إصلاحات أول مركز مغربي مخصص لإصلاح الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحيث كيتي هذا المركز كدعم لنقاط الخدمة اللي تم افتتاحها في جميع أنحاء البلاد، وكيهدف منها ضمان إصلاح أكثر احترافية مثل استبدال دائرة بي جي آ والتدخل لإصلاح اللوحة الأم. لنتابع. إصلاحات هي أول علامة تجارية اللي كتهيكل القطاع ديال إصلاحات الهواتف واللوائح الرقمية في المغرب. وفي ظرف تقريبا عام حلينا أكثر من 20 نقطة بيع في 12 المدينة المغربية. يعني اليوم كاينين حنا في المغرب كامل، وكان نعطيو للزبون المغربي واحد الخدمة اللي كتركز على الشفافية، على الضمانة ديال 3 أشهر، على التقرب من المستهلك، وعلى الشفافية ديال الأثمنة اللي هي كاينة في لو سيت انترنت ديالنا. وفي قل من عام قدرات إصلاحات تربح لو بري ديال إيليو سيرفيس كليون 2018 اللي هو عبارة على أحسن خدمة كتقدم للزبون المغربي. الهدف من هو أنه من بعد عام حلينا أول مركز لإصلاح الهواتف. هذا المركز هذا هو مركز مختص اللي هو أكثر من نقاط البيع اللي ديجا عندنا، واللي كيمكن المستهلك المغربي باش نصلحوا عاوتاني واحد جميع لي بان اللي كيكونوا عندهم دي دوغري سوبيريور اللي غيكون في هذا المركز، واللي هو اللي في لي نورم انترناسيونال. وهذا هذا المركز ان شاء الله هو الاول من نوعه، واللي ان شاء الله غنحاول نعاود نديروا منهم اكثر باش نقدروا نجاوبوا على الطلب اللي كاين في البلاد، لانه كاين طلب كبير ديال اصلاح الهواتف، ولكن مع الاسف ما كاينينش مراكز بهذه الصفه وبهذه لاكاليتي. علمات شوف تيفي من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بتطوان قررت اليوم الأربعاء متابعة رجلي شرطة كيعملوا بنفس المدينة في حالة صراحة عقب إيقافهما أول أمس الأحد لتورطهما في مشاكل داخل ملهى ليلي معروف. أوضح المصدر بأن الأمر كيتعلق برجل شرطة كيعمل بالدائرة الأولى بتطوان وعنصر من فرقة التدخل السريع حاول ولوج الملهى الليلي بالقوة، مشيرا إلى أنهما وبعد إيقافهما قضوا يومين تحت تدابير الحراسة النظرية. ولجنة الدولية تراجع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء عن قرار تقديمه للاستقالة رسميا لرئيس البلاد ميشيل عونة، من بعد ما أعلن سابقا شفهيا خلال تواجده بالعاصمة السعودية الرياض في الرابع من الشهر الجاري. ونختم بشأن الرياضي. بعد تقديم استقالته من تدريب فريق المغرب التطواني أصبح المدرب الجزائري محروما من تدريب إحدى الفرق المغربية خلال الموسم الكروي الحالي بسبب القانون الجديد اللي صدرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واللي كيمنع المدربين الأجانب من تولي مهمة تدريب فريقين خلال موسم واحد. الحصاد اليومي انتهى. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.